الكرة العرضية سجد الله اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم زوم شو. متواجدين اليوم في نادي السالميه وتحديدا في استاد ثامر من اجل لقاء مهم بين القادسيه والتضامن لصداره المجموعه في مسابقه كاس الامير. خلكم معنا وتابعونا في هذه الحلقه لنشوف من اللي راح يتصدر. أعزائي المشاهدين مع الكابتن جمال القبندي مساعد مدرب نادي التضامن، مباراة مهمة أمام القادسية صدارة المجموعة في كأس الأمير، شم حاضرين خصوصا التضامن خسر في كأس سمو ولي العهد وكذلك يعني كان بادي بالدوري شوي زين لكن يقولون أن بطولة كأس الأمير غير. صراحة الفريق القادسية فريق كبير طبعا لازم تحسب له ألف حساب خصوصا إحنا منافسينه بالمجموعة والحمد لله يعني المباراة مجهزين لها اليوم إن شاء الله. نقول لقائهم أمام يعني القادسية في كأس ولي العهد له تأثيره ولا بالعكس اليوم نقول لاعبين داخلين المباراة حابين يطلعون بصورة غير، خصوصا عرفنا أن التضامن عنده غيابات اليوم ولكن يبقى الكلمة للحضور من اللاعبين بالملعب. طبعا بالنسبة للغيابات الحمد لله الفريق جاهز والمحترفين الجدد وصلوا، بس طبعا بطولة ولي العهد هذه بطولة ما لها تأثير الحين ننساها والدوري ننساها، هذه بطولة يعني لها طابع خاص كأس الأمير وبطولة مو محسوبة على البطولات الثانية، واعتقد ما في ضغط على اللاعبين ولا على الفريق. اللاعبين المحترفين اللي حضروا للفريق الجدد هل راح يكونون اليوم بالمباراة موجودين؟ تفاعل الفريق نقول يعني ايضا تفاهمهم مع عناصر الفريق اصبح موجود تقريبا يعني 50% التفاهم موجود واللاعبين كلهم موجودين المحترفين أربعتهم. التضامن فريق قوي معروف عنه ينافس الكبار وعنده نتائج دائما زينة، خلينا نتكلم اليوم ممكن نشوف نتيجة نقول يعني إيجابية للتضامن أمام القادسية خصوصا أن الفريقين متساويين بالنقاط. والله شوف إحنا يعني إحنا شغلنا السنة هذه كلها أنه الرد روحنا التضامن، الرد نادي التضامن الوضع الطبيعي، الرد الروح، الرد الانتصارات، الرد الفارس قولتهم الفارس الأسود الوضع الطبيعي. توقع لي النتيجة ولا لا عندك؟ كان مساعد المدرب يقول أنا عندي لاعب أو نقول لاعب اليوم متوقع يكون له كلمة في المباراة. والله أنا النتيجة إن شاء الله يعني ما راح أطلع من هالمباراة بدون نقاط إن شاء الله. العافية. ونقطة ثلاث إن شاء الله. أتمنى ونشوف مباراة طبعا تبقى الكلمة بأقدام اللاعبين. لاعب متوقع زين قبل أن ننهي اللقاء، لاعب من اللاعبين متوقع يوسف عنيزان. يوسف عنيزان توقع كابتن جمال القبندي مساعد مدرب في نادي التضامن، نتابع ونشوف. الكابتن عبد الله سعود في نادي التضامن أحد لاعبين الدفاع، مباراة مهمة اليوم أمام نادي القادسية، القادسية كلاعبين أنتوا في كأس ولي العهد كانت نتيجة يعني ثقيلة عليكم كلاعبين، اليوم أنتم متصدرين معهم في المجموعة ومباراة مهمة، عزيمتكم قبل المباراة كلام أكيد دار بينكم، شلون العزيمة شلون المعنويات؟ والله الحمد لله يعني مثل ما أنت شايف نملك 6 نقاط وفريقنا يعني كبداية جديدة فريق عناصر جديدة وعناصر يعني إن شاء الله أنها تكون مستوى على مستوى عالي، عندنا يعني أكثر من محترف جديد والحمد لله يعني مدين بالمباراة اللي طافوا واخذنا 6 نقاط متعادلين مع القادسية بالنقاط الحمد لله. كلاعب مدافع دائما يكون عليكم ضغط من المهاجمين، هذا الامر عملتوا له حساب مباراة اليوم؟
والله الضغط يعني يكون بكل المباريات، مو شرط تكون مباراة قادسية ولا أي شيء. احنا نعمل حساب حق كل نادي، وكل فريق يعني يملك لاعبين مختلفين، وكل مباراة لها ظروفها، واحنا الحمد لله جاهزين ان شاء الله. بالنسبة حق المحترفين، اصبح التفاهم بيناتكم ولا بعد للحين؟ والله التفاهم موجود من اول مباراة ان شاء الله. اتمنى نشوف مباراة حلوة، لكن لاعب من زملائكم متوقع اليوم يكون له يعني كلمة او مبدع، متوقع كلهم فيهم الخير وبركة، لكن لاعب متوقع يكون له كلمة اليوم. حمد امان ان شاء الله. يعطيك العافية. حبيبي. طبعا دائما هناك في كرة القدم لاعبين يجونا ومن الفريق يعني يصعدون للفريق الاول ويكون لهم ظهور في بعض المباريات. كابتن منور المطيري اول مباراة مع الفريق الاول امام التضامن في كأس الامير في المجموعات، والفريقين يملكون من النقاط متساويين في النقاط. كلمني عن بداية استدعائك مع الفريق، شنو الشعور المشاعر اللي تكون حق اللاعب يوم يستدعون الفريق الاول؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى اول شيء الفوز لفريقنا ان شاء الله، واتمنى توفيق نادي التضامن، واشكر الثقه اللي اعطاني اياها المدرب والجهاز الفني والاداره على الشيء هذا اني اكون معاهم في هالوقت، وان شاء الله ان نبيض الوجه بكثر ما نقدر ونكون كفو الثقه هذه ان شاء الله. كابتن منور، طبعا الجمهور اللي يتابع منور في المراحل السنيه اكيد عارف وين مكانه يلعب، لكن الجماهير حابه تعرف كابتن منور مركزه بالفريق اساسا وين يلعب، وممكن اذا اشرك المدرب وصارت الفرصه راح يلعب وين؟ اغلب الاماكن لعبتها ما احس اني كلها اللي هي نص متقدم، اللي يكون تحت المهاجم بالضبط، او اكون جناح يمين او يسار زايد مع المهاجم. بالنسبه لك وين ترتاح اكثر دائما؟ والله نص متقدم تحت المهاجم بالضبط، او مهاجم ثاني يكون. ممتاز. نتكلم عن يعني دخولك مع زملائك في التمارين الفريق الاول، شلون كانت المعنويات والروح خصوصا بعد خساره الفريق الاول لمسابقه كاس موليلا؟ هذه مباراة نهائية، وكرة القدم كشكل عام تحصل الخسائر، وما هي أصلا تكون دافع لك أنك تشد حيلك في المباريات اللي بعدها، بالذات هذه بطولة غالية بالنسبة لنا كلنا، فإن شاء الله أن تكون دافع لنا أن نشد حيلنا وناخذ الكاس إن شاء الله هالمرة، والله يوفقنا إن شاء الله في الشيء هذا. في التمرين منو من اللاعبين حسيت أنك بادي تتفاهم معه من الفريق الأول؟ والله كلهم أخواني، يعني ما يحتاج أخص اسم معين، ولكن الكل أكثر. حسيت واحد من اللاعبين أكثر يعني فهمك سريع فهمته؟ والله ما يعني ما أقدر أخص أسامي، ولكن في معي ناس من مراحل سنية اللي هم فيصل عجب، محمد الفهد، هذول يمكن أقرب الناس لي بحكم أنهم معي بالمراحل السنية. كابتن، اليوم إذا المدرب ناداك وسدعك وقال لك ادخل الملعب، الهمة راح تكون عالية ولا الخوف راح يكون موجود والارتباك بالبداية؟ دائما يقول ربك وفريق أول وغيره. لا بإذن الله الثقة بالله عالية إن شاء الله، وإن شد حيلنا بتكون أول مباراة إن شاء الله إذا شاركني، في كل الأحوال إن شاء الله بعد ثقة اللاعبين إن شاء الله بحاول أعطي كل اللي عندي ونفوز إن شاء الله بإذن الله، ونكون قد الثقة إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور عبد الله فريح، اليوم لقاء امام نادي التضامن، كونك دكتور فريق نادي القادسيه، في اصابات كانت في الفتره الاخيره بنادي القادسيه وقبل النهائي كاس مولي العهد، وايضا في يعني لاعبين ما شاء الله يعني من اللاعبين المؤثرين مرت عليهم اصابات، طمنا عن فريق القادسيه واصابات الفريق قبل هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عانينا في نهائي كاس مولي العهد ان كان عندنا اصابات وكان عندنا غيابات، بس انا برايي الشخصي يعني الحمد لله نادي القادسيه على مثل ما تعودنا منه بمن حضر، ونادي القادسية حال أي نادي، يعني كل أندية العالم تتعرض لإصابات كثيرة جدا، مواقف كثيرة جدا، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا اليوم ندخل مباراتنا مع التضامن ما عندنا غير لاعب واحد فقط اللي هو عامر معتوق في التأهيل بعد ما طاب من إصابته، وهذا بفضل من رب العالمين. لكن عامر عضلة الخلفية هذه تروح وترد عليه. هذه المرة مو عضلة الخلفية، هذا شيء ثاني، المرة هذه العضلة الأمامية، علشان شيء طول شوي ويانا، لكنها مو الخلفية اللي معتادين عليها، لا هذه إصابة ثانية مكان ثاني. أمانة دكتور، اليوم بشكل عام بالملاعب الكويتية مثل هذه الإصابات اللي قاعدة تتكرر، في شيء معين؟ هل هي قاعدة تصير من أرضيات الملعب، من الأجواء، الساعات الباردة اللي مو متعودين عليها اللاعبين، زود برد زود حر، شنو بالضبط؟ ليش وايد إصابات؟ أنا أقول شغلة، إحنا عندنا مشكلة بالكويت، مشكلتنا أن لاعبنا ما عنده كنترول، ما تقدر تسوي تحكم على اللاعب، اللاعب يداوم من الصبح للساعة 2 الظهر وبيجيك الساعة 4:30 بيجيش التمرين، يعني مرهق الصبح وبيجي التشجيع التمرين هم يرخى زيادة، ولاعبين في ملاعبين مثلا متعودين على السهر، في لاعبين ما يحافظوا على نفسهم خاصة وقت المباراة أو وقت التمرين، هذه أمور يعني في كثير من العوامل المشتركة، لكن لا تدش الملعب ولا الملعب ولا غير الملعب، الملعب حق إصابات ركبة ما ركبة ممكن، لكن لياقة وتمزقات هذا لاعب. يحملونك الجماهير بعض المرات مسؤولية اللاعبين إذا صارت فيهم إصابات صراحة، تجيلك كذي بس يعني عادي عادي وحق الجمهور، بس الجمهور يعني يلومني أنا أو يلومنا إحنا، معتقد إن إحنا كأن إحنا اللي بدنا الأمر كله، لا هو بالنسبة اللاعب يتحمل 80% من إصابته
خاصة التمزقات، لأن التمزقات نتيجة أن العضلة مو مكتملة، يا أما ما سوى استرتش عدل، يا أما ما ريح نفسه عدل، يا أما ما دوى التمرين عدل، يا أما ما دش تمارين من زمان. هذه هي الأسباب اللي تسبب التمزقات، لكن غير هذا الملاعب موكي، لكن غير هذا اللاعب اكثر من احنا. يعطيك العافيه. انا قلت لك كذي دائما يكون في المباريات الاوروبيه نشوف المدرب اذا صارت اصابه راح حق الفريق الفني الجهاز الطبي يصفق له او يعاتبه او غيره، يعني من حقه ومن حق جمهورنا انه يزعل علينا ويعاتبنا وكل شيء، لان هذا حب القادسيه. يعطيك العافيه، حياك الله. السوري الدولي على اليسار اليوم يشرك المدرب علي المهنا كظهير أيسر، بينما ناصر أبو بكر فرنسي سيكون في وسط الملعب مع عبد العزيز عشوان بالست نقاط مع التضامن. طبعا فارغ الأهداف لأنه استضامن مسجل 8 وعليه 3 أهداف، بينما الغاتسية مسجل 8 أهداف وعليه 2، ولذلك الفارق يعني بالأهداف فقط لا غير. إن شاء الله نشوف مباراتهم أحلى. هذه خطيرة، صالح مهدي، أول نقطة على صالح مهدي توضع من المدرب. هدوء وكرة قوية في أول 9 دقائق، 12 دقيقة تعادل سلبي 0-0 في المجموعة الأولى، وهذه كرة يا بدر، الله يا بدر انقطعت، وهذه تمريرة سريعة والتضامن يحاول والمرور وممكن يلعبها، ولكن تنشال الى ركنية. تلعب مرة ثانية، صالح الشيخ، بلانكو يغير لكن تنشال، وهذه كرة لبدر، بيشوت. الله 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 الله، برا. طبعا جماهير نادي القادسيه وحضور ما شاء الله الحب والعده والماي وقاعد ومجابل ومتابع مندمج بالمباراه، لكن النتيجه للحين مو مرضيه لكم انتم كجماهير القادسيه. والله شوفت عينك، ضيعنا اول شيء كم هجمه اول دقائق، لكن في مبروك ان شاء الله. الشباب مقتنع بالفريق يعني مع وجود المحترفين الان، انتم كجماهير تشوفون ان المحترفين اللي جابوهم ممتازين ولا كان يفترض افضل مما كان؟ كجماهير انتم مقتنعين راضين؟ هو طبيعي نبي الافضل من عقب المحترفين اللي قبل، اكيد واحد يبي الاحسن، لكن شوفت يعني كل اداره على 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 قد فلوسهم على قولتهم. هذه طبعا مشاكل موجوده في جميع الانديه الان صايره في الكويت، البعض منها اللي قادر يتدارك هذا الموضوع، لكن خلينا نتكلم عن اداء الفريق الى الان في الشوط الاول، شايفه مقنع، قادرين يسجلون، راح يسجلون باقي من الشوط يعني تقريبا ربع ساعة. وراح يقدرون يسجلون الشوط الاول ولا الشوط الثاني توقع التسجيل؟ لا اعتقد على الوضع هذا صعب الشوط الاول يقدر، صعب يمكن صعب الموضوع. بدر ما شاء الله يلعب، كذلك المحترف البرازيلي الارجنتيني تضيع هجمات اول دقائق، الفريق الثاني يعني هذه فرصه حق الفريق الثاني انه يكسب ثقه شوي، ان انت ضيعت ممكن يهاجم، شوفت عينك هاجمين التضامن، لكن على الشوط الثاني شوف تكتيك المدرب ممكن يغير تكتيك، غير رسم التكتيكي حق الفريق، يلعب قاعد اشوفه اكثر لعبه على الاطراف يعني. الحضور مو مقنع، انا قاعد اشوف حضور الجمهور مو مقنع. هل خساره كاس مو ولي العهد كان لها دور، ولا هو هذا حال الجمهور ينطر مباريات الكبيره؟ ما اعتقد، انا اعتقد بكاس الامير بالذات نظام المسابقه نفسها ما يساعدك على حضور جماهير بصراحه، لو خروج مغلوب لو فيها ذهاب واياب تلقى افضل من كذي الحضور. على ما يخلص شيء سلحب توقع اي جول ان شاء الله؟ نتيجه متوقعها فيها 3 ان شاء الله، 3 اهداف. يعطيك العافيه، طول لي عمرك. فيصل سعيد، محمد الفهد، محمد خليل، نور المطيري، سعود الأنصاري، تركي التميمي، وهذه كرة حلوة بيسقطها وحاول فيها ومرة ثانية، وأخيرا تشال بقدم مساعد عالية صالح الشيخ، فقط كرة واحدة عمل فيها مهارة فردية أرجنتينية، عدا ذلك ما في شيء، وهذه خطيرة وممكن ضارب يلعب كرة، كان ممكن الحلول تكون مع ضاري سعيد. جماهير القادسية وما شاء الله العائلة والأسرة والأهل وياك، كلمنا أول شيء حضور الأهل وياك، تبون تزرعون فيهم حب القادسية ولا هم قايلين لك نبنين حضر؟ والله هذا الصغير ذبحنا، بس هو لنا عطلة، هو هذا لازم نجيبهم يشوفون المباريات
نتكلم عن مستوى المباراة للحين كجماهير قادسية، مقتنعين مو مقتنعين بالأداء؟ لحد الآن لا، بس إن ضيعوا فرصة فرصتين ثلاث فرص عادية يعني، بس إن الرياح هو الوحيد اللي لحد الآن بارز، تمريرات ما في تمريرة عدلة بين اللاعبين القادسية إلى الآن. وضع الفريق مع وجود المحترفين تشوفون مقتنعين ولا تشوفون كان يفترض أفضل من هذين المحترفين؟ ما في مستوى المحترف ما في لحد الآن، مقتنع مو مقتنع فيهم لحد الآن. والجماهير بشكل عام أنا مو قاعد أشوف حضور جمهور القادسية، لحضر له دور في يعني أيضا سير المباراة للفريق، يعطي التشجيع يعطي الحماس، ليش ما في جمهور للحواية كذي؟ ما في جمهور، عطني مستوى لحد الآن القادسية بالموسم ما أغنعني ولا مباراة ولا وصلنا نهائي كأس السوبر، وصلنا نهائي كأس مولي العهد، بالدوري لا زال عند بفرق صدر كأس مولي العهد، مع احترامي للفريقين ما كانوا مستوى يعني، خذوها بلنتي، الكويت فيهم محترفين، القادسية محترفين كاملين، القادسية الكويت هم كاملين، ما شفنا مباراة ما شفنا أي شيء، كانوا بس يبي يوصلون المباراة حق البلنتيات بس. يعني انت اليوم كذي مو متفائل تقول لو القادسيه بهالموسم يطلع ببطوله واحده كافي ولا تبون بطولتين؟ اذا طلع ببطوله زين، على لهالدرجه؟ اذا على الدرجه بطوله ما متوقعها، ما القادسيه على المستوى لحد الان مو قادسيه الموسم اللي طاف ولا اللي قبله ولا اللي قبله. في اللحظه التي انطلقت فيها عصبيه داليبور والدقيقة 50 ينهي شوط المباراة الأول، إذن التعادل السلبي 0-0 في شوط المباراة العادي جدا. حميد ميدو تضرب في الحيطة، تضرب في الحيطة وإلى الركنية، لكن المسد في اللحظة الأخيرة برا الملعب، المساعد يقرر انها ضربة مرمى، وحكم المباراة يقرر انها ركنية. يعطيك العافية. عافيك. شوط اول وتعليق على مباراة ما بين التضامن والقادسية. كابتن حامد، مثل هذه المباريات شلون المعلق يقدر يخلق لها جو، خصوصا اذا كان نقول القادسية كعبة عالي على التضامن؟ كعبة عالي بس ماكو شيء يعني، هي فرص يت، والاجمل ما في المباراة في الدقيقة 9 صالح الشيخ لما اعطى كره بدر وسدد كره قويه على العارضه، هذه الوحيده في اربع فرص صحيح للقادسيه ما استغلها، والكره القدم هي فرص اذا ما استغليتها خلاص ممكن كره واحده تنهيك في كرات التضامن، لكن المباراه الحقيقه يعني ممله امانه، ممله. عالم التعليق دائما له طابع خاص، له اجواء معينه، كل معلق له تحضيراته الخاصه، شلون اليوم المعلقين خصوصا المعلقين الشباب يتابعونكم ويسمعون منكم، شلون ممكن واحد يعمل شيء خصوصا اذا تكرر معك، عرفت لاعبين القادسيه وعرفت لاعبين التضامن، خلق شيء جديد من اجل متعه التعليق والمشاهد يستمتع بالتعليق. شوف، هو متعه التعليق لما انت فعلا فريق يمتعك داخل الملعب فيعطي المعلق، لكن تشوف المعلق بيعلق على مباراه رتمها بطيء، باص مقطوع، تمرير يرجع الكره للحارس المرمى، ايش بيعلق عليها المعلق؟ يعني الحقيقه أنا أقول الله يعين المعلقين إذا كانت في مباريات مثل هالمباريات هذه، اللي أتمنى لما أقرأ الأسماء أنا المباراة توقعتها نار. أنا دبلوماسية المعلقين في منو تشجع أنا، لأن هذا السؤال سألته حق المعلق السعودي الحربين عندما كان موجود في كأس ولي العهد ما جاوبني، دبلوماسية للأمانة لها تأثير، إذا كان معلق داخله ميول لفريق معين راح تأثر بالتعليق. لا، هو شوف كل إنسان عنده أكيد داخل قلبه في واحد مع فريقين ما في مشكلة، لكن هو راح يعطي حسب المعلق، راح يعطيك حسب عطاء الموجود داخل الملعب للاعبين، اللاعب هو اللي يخليك تتحرك، اللاعب هو اللي يخليك تعلق، غير اللاعب الجمهور يخليك أصلاً أنت في جو آخر. جمهور وين؟ حتى الجمهور اليوم غير موجود، إذا القادسية يلعب ما في جمهور مصيبة. أخيراً كابتن حامد، بعيد عن الدبلوماسية، ماني قايل لك الحين وقت المراهقة شنو كان فريق الكل شجع بالكويت؟ أشجع منتخب الكويت. دبلوماسية تظل موجودة؟ موجودة. هذا كحلي، مشكلة لو قلت لك لون ما يروح أصفر على الدشداشة ولا يروح أزرق، يعطيك العافية وأنت منالك دوي. كاف كاف.
هذا المنتخب شنو منتخب الكويت ها يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. مشكورين مشكورين. الكابتن حمد ابو حمد تعليق على مباراه في مسابقه كاس الامير حفظ الله ورعاه امام فريق القادسيه والتضامن. بدايه خلينا نقول الشوط الاول عدى وراح. زميلك حامد كميل قال لي ما توقعت كان المباراة تكون بهالطريقة. كمعلق جو المباراة بهالطريقة أثر عليك؟ والله طبعا شوف لا شك أن اللي يرفع مستوى الكرة الإتقان بالمستوى الفني. مستوى الفني مرتبط، مستوى الفني يرتبط باللاعب سواء بالتمرير بالاستلام بأخذ مركز فاضي بكرات عرضية حلوة. ما شفنا ولا كرة عرضية حلوة بالنسبة للقادسية أو بالنسبة حق التضامن. فرص قاعدة تضيع سهلة. هني القادسية بدر يدور لاعب ملاقي، الكرة ترجع ما هو لاقي وين يحطها. حتى بدر لما يأتي كرة المفروض أيضا سرعة البديهة تكون معاه، بدل ما يلعب هو اللاعب أو حارس المرمى طايح أرفع هالكرة على طول. أنا عندي سرعة البديهة عكس الحارس، ألعب مو ألعب أساعده على الكرة. كثير من الأمور القادسية لما ضيع فرص هذه دائما الفرص اللي تضيع تنزل معنويات فريق وترفع معنويات الفريق الآخر اللي ممكن يهاجم كرة عكسية ويعني تكون كرة خطرة بالنسبة له. وانت كمعلق شو تسوي ياك ضياع الفرص مع عدم تسجيل أهداف؟ أنا أتفاعل مع أي مباراة، أي مباراة تكون فيها فرص تضيع. طبعا أقول إن الأخطاء حصلت من سواء اللي شاتها أو الحارس يمكن ما نبخص حقه، ممكن هو اللي كان يطلع كرة تكون ينقذ مرمى من هدف محقق. الكرات العرضية يعني كرات العرضية لاعب لما يشوف اللاعب الثاني ناحية الخط وهو يعرف وين يروح يبقى لازم يكون انتليجنت بلاير، لاعب ذكي، لاعب. بالنسبة لي أبو نواف اليوم كونك أنت لاعب سابق ولك بالأمور الفنية قاعد تضيف صراحة اليوم المشاهد يستمع لتعليقك، لكن ولا تقليلا من حق باقي الزملاء في التعليق، لكن خلينا نتكلم عن جانب الكل عارفه، كابتن حمد أبو حمد لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني، هذا الشيء للأمانة يأثر عليك ساعات بالتعليق يعني، والحيادية موجودة احنا قاعد نشوفها، لكن انت داخلك ساعات انت تراجع نفسك حسيت نفسك بالغت مثلا في يعني. انا صراحة من لما اصفط سيارتي وادخل واسأل كذا سؤال مثل ما تفضلت، ايش رايك معقولا هذا المستوى هذا كذا يعني في مستوى. حتى بساعة قبل شوي قاعد يكلموني لاعبين يقول احنا لعبنا وياك مدربنا التضامن وغير يقول لعبنا وكنا نشوف المستوى الفني وكانوا ايضا المستويات اللي بعدكم كان في مستوى فني. لكن التدني هذا يعني انا ما اقول بس اللاعبين، انا اقول مدربين يشاركون يعني بمشكلة كبيرة. يعني انا مثلا اشوف لاعب مثلا يلعب خطأ بطريقة اسلوبه بطريقة تغييره بطريقة وضعه بالملعب خاطئ فوضى، لازم يكون فريق مركز. المدرب اذا هو ما يعرف ان هناك خطأ كيف يعطيك العلاج؟ خطأ التضامن جول. الله 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 والله رايح على شبك والله لافة على طول من الدولي السوري حميد ميدو لعبت على طول. الله أيضا دفاع التضامن وخطأ أكبر من صالح مهدي. مصباحك اليوم عادي جنة بطل صحرك؟ لا والله حتى الحكم لا خلى مصباح لا خلى شيء. والله انا ولا لقى اسولف على الحكام. الحكم المشكله لا هو ويا القادسية ولا ويا التضامن بروحه. اول مباراه تتوقع انا يحكمها هذه يعني لاي درجه مأثر موضوع التحكيم؟ فرص قاعد تضيع توج قدام. لا لا عدل كلامك عدل كلامك. الحكم له تاثير بسيط بس اللاعبين بالامانه القادسية اليوم مو القادسية خلينا نكون واقعيين ضيعنا احنا بالجيم الاول يمكن 4 إلى 5 فرص ما استغلينا. نبي 1% من الحظ ما حالفنا الحظ فان شاء الله الحين ان شاء الله نحسمها باي فرصه. وهذا القادسية يعني تم القادسية وفريق بطولات فريق راحت بطولتين عليك الحين كاس سوبر كاس سمو ولي العهد. متفائل بياخذون بطوله القادسية هالسنه؟ لا مو متفائل ان شاء الله باذن الله ياخذ البطوله. البطولتين اللي انت بتتكلم عنهم راحوا ويا نفس الفريق وين شلون راحوا لهم قولوا علي ولهم اللي فازوا علي بالبلنتيات بالسوبر وكاس ولي العهد ما توفقنا. والله يشهد ان بالسوبر ان ناقصين يمكن 7 أو 8 لاعبين
وكاس ولي العهد. انت شوف اللاعبين القادسيه صار فيهم، انا عسى الله يوفقهم اللي راح راح القادسيه ما يوقف ترى لاعب. محترفين مقتنع فيهم اللي جابوهم؟ كلش 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 والله ما انا مقتنع فيهم ولا 1%. اللي على الدكه موجود احسن من المحترفين، خلينا نكون واقعيين. فالقادسيه عموما ترى يتم القادسيه مهما كان اللي راح من القادسيه، عسى الله يوفقهم اللي راحوا، بس القادسيه ترى ما يوقفون عليكم، القادسيه يكون ولاد والقادسيه موجود بالمنصات. يعطيك العافيه حبيبي. صالح الشيخ، ما شفنا صالح الشيخ ابدا، لا تمريرات ولا تسديده غير الكره بالشوط، وهذه الكره انقطعت والمرتده سريعه وهو والجول اخرها شوي، خلاص رجعوا دفاع للتضامن ويشوت اخيرا صالح مهدي. صالح مهدي يصحح اخطاءه ويشيل اخطر كره ايضا للقادسيه من دا سيلفا. حلو نلاقي جماهير التضامن حاضره مباراه القادسيه في مسابقه كاس الامير حفظ الله ورعاه. التضامن الى الان متعادل مع القادسيه، مطمنك الفريق؟ شايف المفروض احسن ولا مقتنعين كذي؟ والله احنا يعني ادائنا زين بس مو قاعد نوصل، عرفت قاعد ندافع، ففي المدرب لو عنده اختيارات اكثر على الدكه كان يقدر يبدل ويستغل الفرص هذه احسن. هذا الموسم التضامن يعني جدد بالفريق، ياب كابتن صالح مهدي وياب رجع للفريق حمد امان، كذلك المحترف السوري ميدو. شلون شايف المحترف خصوصا الجديد ميدو غيره من المحترفين اللي جو؟ يعني ميدو من افضل اللاعبين، كان منتخب سوريا بكاس اسيا اللي طاف لما كان منتخب سوريا مشارك، كانوا من افضل اللاعبين بسوريا منتخب سوريا. وبعدين هو احنا كان عندنا نقص بال الظهير مركز الظهير الايسر، وعنده نقص بالجناح الايسر، عرفت هو لاعب عسماوي فلاعب راح يسكر المكان هذا ان شاء الله. زين انت شايف انه قادرين يصمدون التضامن كذي بالنتيجه؟ للحين باقي يعني 7 دقائق والله يستر، وضاغطين على القادسيه. ليش ما عندك طموح انك تقول تفوز؟ لا ان شاء الله نبي نقول، ليش ما نقول؟ بس في عندي اختيارات ثانيه على الدكه، يعني في عنده لاعب اسمه عزيز زياد لو يبدا بدال المحترف رقم 30 البرازيلي، خلاص صار 80 دقيقه الله يعطيه العافيه. لو عنده اختيار ثاني يعني شوف وين راجع البرازيل، مو يبدله يخلي عزيز زياد، يعني عزيز لاعب سريع يملك مهاره، لو يبدله احسن صراحه. تحرص تحضر مباريات تضامن كلها ولا بس عشان القادسيه اليوم؟ لا والله انا احب يعني اشوف التضامن لان عرفت نادينا، وانا من مشجعي نادي التضامن، ومثل ما تقول هم اداري نادي التضامن، عرفت شلون؟ يعني يظل الحب للتضامن والولاء ما يأثر عليه والمتواصلين إن شاء الله. إن شاء الله. المعلومة قالوا لي أنك من الحريصين على حضور مباريات القادسية كلها، وأنت من إخواننا من المملكة الأردنية الهاشمية. لا من فلسطين. فلسطين وإخوان وأهل وكلنا إن شاء الله من بلد واحد عرب، لكن حرصك على حضور مباريات القادسية بداية رغم أن المستوى بالفترة الأخيرة ممطم من الجماهير القادسية. حب القادسية ليس له علاقة بالمستوى أولاً، فأنا حريص حتى مو على حضور المباريات حتى حضور التمرين. ممتاز. خلينا نتكلم عن المباراة للحين دقيقة 86، قادسية مو قادر يسجل على التضامن، مو تقليلاً من شأن التضامن ولكن القادسية كعبة عالي يقولون. بس التضامن هم مستوى عالي ومتصدر معانا المجموعة الثانية، وأنا أعتقد المباراة مو سهلة يعني، والنتيجة حتى أنا أعتقد أنها عادلة يعني. الثلاث دقائق هذه اللي متبقية الآن أو أقل ممكن القادسية يسجل؟ الأقرب على التعادل. أنت شايفها رايحة تعادل؟ الأقرب تعادل. محترفين القادسية اللي جابوهم الأرجنتين والبرازيل، أنت تشوفهم مقنعين ولا ما أخذوا فرصتهم بعد؟ أخذوا فرصتهم، وأعتقد المدرب استعجل بتبديلهم. يعني ما أخذوا فرصتهم، وكان لو أبقاهم بالفريق كان أفضل. أعتقد أفضل، أعتقد أفضل يعطيهم فرصته، والأرجنتين الشوط الأول كان وايد زين. راحت بطولتين على القادسية، كأس السوبر وكأس ولي العهد. بقى بطولتين كأس الأمير وأيضا الدوري فيفا، توقع راح ياخذ شيء من هذين البطولات؟ كرة بالملعب وفرصتنا مثل فرصة أي نادي قوي. إذن كرة طويلة ضربة الحرة غير مباشرة، وصلنا تقريبا إلى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. دقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وهو عطى 5 دقائق، وطبعا على التأخير الآن يعلن حكم المباراة أحمد طاهر بانتهاء المباراة. حبايب سلبيا القادسية مع التضامن، والقادسية إلى النقطة السابعة، التضامن إلى النقطة السابعة أيضا.
كابتن حمد امان اليوم مباراه امام فريق نادي القادسيه، فريق سابق لعبت وياهم مباراه طلعت بالتعادل السلبي، خلينا نتكلم عن هذا اللقاء خصوصا تضامن الان يشارك القادسيه في صداره الترتيب في مسابقه كاس الامير. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء يعطيكم العافيه، اقول يعني مبروك حقنا التعادل، القادسيه فريق كبير، حاولنا ان بكل بالشوطين دافعنا، كنا نتمنى ان نصيد هجمه مرتده نقول فيها بس ما الله كتب، ادينا مباراه كبيره وان شاء الله اللي قدام احسن ان شاء الله. ليش مبروك التعادل؟ الطموح الحين جمهور التضامن مع اللاعبين وانت اهم وجودك له ثقله في الخط الامامي. مهما يكون هذا نادي القادسيه من اقوى الانديه الخليجيه، فانت لما تلعب يعني مع احترامي نادي التضامن نادي وبيتي ويملك لاعبين من افضل لاعبين بالكويت، بس هذا نادي القادسيه اذا خذيت منه نقطه يعني تطلع مباراه ايجابيه. يعني راضين عن النتيجه؟ اكيد راضين، احنا كنا نتمنى الفوز، يعني اي لاعب يتمنى الفوز، بس ما الله كتب، حاولنا يعني ضيعنا هجمتين والقادسيه ضيع، مباراه حلوه بس انه ما كان فيها اهداف. طموحكم كاس الامير اخيرا لوين؟ اكيد يعني النهائي. كابتن صالح مهدي، مباراه امام القادسيه انتهت بالتعادل السلبي، كنت نجم المباراه، صديت العديد من الفرص، كلمني عن يعني طموح التضامن الان متشارك مع القادسيه في الصداره، تبون البطوله كاس الامير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء الحمد لله والشكر لله، صراحه اليوم كانوا الشباب كلهم نجوم ما قصروا، كلهم ما قصروا، اللي لعبوا واللي ما لعبوا والاداره والمدربين كلهم ما قصروا الحمد لله. يمكن شفتوا من بدايه المباراه صراحه خطا كبير يعني، لكن الحمد لله قدرت اني اعوض والله، يعني الله وفقني فيه الحمد لله، يعني ما سجل منه هدف، يمكن لو سجل هدف اول دقيقه المباراه كان تغيرت مجرى المباراه، لكن الحمد لله الصراحه اليوم بالدفاع كنا الكل كان نجم بالمباراه. الحمد لله قدرنا نطلع بنقطه تعادل، الكل يدري ان القادسيه يعني اصعب خصم عندنا بالمجموعه يعني، وكل الفرق فرصها متساويه بالمجموعه. الحمد لله فزنا اول لعبتين واليوم تعادلنا، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله باذن الله. كابتن صالح، بخبرتك انتقلت من نادي لنادي لنادي ما شاء الله، الان التضامن عول عليك في استقدامك مع الفريق، الى الان يعني مع وجود المحترفين الجدد اللي جو للفريق مثل الكابتن حميدو، خلينا نتكلم عن هل تشوف الفريق وصل الى مرحله يبدا ينافس؟ والله للأمانة صراحة أنا أول مرة أتكلم أقول كذي، أنا النادي التضامن النادي الوحيد اللي أشوف أن الإدارة دائما مهتمة، دائما بكل تمرين يكونوا موجودين برا يعني طالعون التمرين. ما مر لعبت 8 أندية بالكويت، يمكن ما في نادي مر علي نفس كذي يعني، إلا أيام مرحوم الله يرحمه الشيخ خالد اليوسف نادي السالمية كان الوحيد اللي كان لما حضر الإدارة تكون موجودة يعني وكان مهتم بالفريق. أشوف إدارة التضامن مهتمة وايد، وإن شاء الله نحصل ثمار الاهتمام إن شاء الله ببطولة لأن يستاهلون الصراحة. يعطيك العافية حبيبي. عافيك كابتن خالد قحطاني، اليوم مباراة يعني تعادل ما بينكم ما بين التضامن اللي متصدر الآن معاكم في مجموعتكم في كأس الأمير، مباراة ممكن الجماهير طلعت زعلانة تبي الفوز، دائما طماع جماهير القادسية، أنتم كلاعبين شو اللي حصل المباراة؟ مقتنعين؟ في شيء أثر عليكم المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أقول هارد لك النادي القادسية، قلت لك كلمة سوري التضامن، الحكم يعني ما يعني تحس إنه معلش يعني سوري على الكلمة، تحس إن المباراة أكبر منه، سوري على الكلمة، يحترم يعني يحترم مثل ما إحنا نحترم رأيك، يحترم رأينا، يكلمك كابتن الفريق ما ترد عليه. اي فاول اي احتكاك فاول، قرارات عكسيه على الفريقين. اي مدى اثرت عليكم؟ المدى نحن معنا قاعد نلعب كل شوي لاعب طايح، الناس قاعد الناس مو اللاعب مو يطيح قاعد يموت، ما يصير يعني الواحد يطلع تلفزيون بيقول كلام طيب، الحين العالم يشوف المباراه شو يقولون؟ يقولون هذه مباراه سكه مو مباراه نادي، الناس كلها شايفه وعارفه وعارفه اذا كان هناك في مستوى بالتحكيم اثر، لكن هل كان هناك يعني تاثير على موضوع ان هناك عندكم اصابات كانت قبل المباراه او حتى يعني نقول ضغط المباريات هذا له دور صاير عليكم؟ لا بالعكس والله، ضغط المباريات هذا شيء ثاني، اكيد كل فريق يعاني منه، ولكن اصابات الحمد لله حتى لو في اصابه موجود البديل والله البديل يكفي ويوفي، بس ولكن انا عاتبي الكبير الحكم، يعني حكم المباراه كان له دور كبير في ادائكم كبير، يعني اتمنى يراجع نفسه بعد المباراه هذه. بطولتين راحوا كاس السوبر وكاس سمو ولي العهد، انتم كلاعبين عازمين على كاس الامير والدوري باذن واحد قالها ربك ان شاء الله ناخذها. يعطيك العافيه حبيبي عبد الله حقان، اليوم مباراه يعني امام تضامن شاركوكم في الصداره، كان فك الشراكه لكن شاركوكم في الصداره، مشوار بعيد لكن جمهور طلع مو راضي عن اداء الفريق، اليوم ايش اللي حصل في المباراه؟ كابتن خالد القحطاني قال الحكم كان له دور كبير، انتوا دائما تفخرون على الحكام وهذا امر طبيعي وصحيح، ولكن لاي مدى تاثرتوا بالتحكيم؟ خلينا نتكلم صراحه. لا انا ما اتكلم عن الحكام، بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما اتكلم عن الحكام، عمري ما تكلمت عن الحكام، لكن
انا بتكلم عن الحكم الرابع، يعني انا واقف يقول لي ليش واقف، انا ما اقدر اقعد، عندي عذر ما اقدر اقعد، شلون لازم اقعد؟ هذا واحد، خلي الحكم الرابع اللي حق المباراه. انا ما اتكلم عن حكم المباراه، اتكلم لك عن المباراه. الجيم الاول كم كره حق القادسيه محققه؟ 4 أو 5، اوكي ما حلفنا الحد. انا بسال تضامن شنو سوى غير التسكير؟ ما وصل جولنا الجيم الاول، الجيم الثاني يمكن كره او كرتين مع انه مسكر، احنا اندفعنا في مساحات وصل يمكن مرمانا، بس امور فنيه انا ما راح اخوض فيها معاك، ولكن في مساله تبديل يمكن الجمهور كان في عتب، لاعب بلانكو كان قاعد يؤدي، اخرج المدرب، هل في امر فني كان ولا في شيء اخر؟ هذا يبقى راي المدرب، بس انا بسال شنو استفدت من التباديل؟ انت طلعت محترفين اثنين، شنو استفدت من التبديلين الثانيين؟ ما استفدت، خاصه التبديل الثاني او الثالث دقيقه 82 او 83، اللاعب اللي بينزل 7 دقائق شو بيسوي لك؟ صحيح، لكن يعني اذا تتفق في مساله التبديلات ما كانت في محل. كانت التبديلات ماني راضي عنها. اوكي؟ الشيء الثالث مثل ما قلت لك، احنا ماسكين الكره ولدرجه انه حتى المساعد راح على الطرف على اساس يزيد النزهه الهجوميه، لكن ما الله وفق لليوم. تابعنا معكم أعزائي المشاهدين لقاء القادسية والتضامن اللي انتهى بالتعادل السلبي، ودائما هذه النتائج ما يحبونها الجماهير في عالم كرة القدم. يبقى معانا قسم آخر في حلقتنا اليوم أيضا من مسابقة كأس الأمير. مع الكابتن عبد الله الظفيري نادي كاظمة، مباراة مهمة أمام السالمية. كاظمة خسارة نقول مو مفاجأة أمام النصر، ولكن قدم مستوى أمام العربي، وأمام النصر فقد النقاط الثلاث. نادي السالمية يقولون كاظمة يعين اليوم على حساب السالمية، راح يبون يأخذون نقاط المباراة الثلاث. كلمنا عن اللقاء وأهميته مع وجود أيضا يعني نقول تدعيم من الفريق في محترفين في الفترة الأخيرة. وشيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بالنسبة حق فريقنا يعني اليوم ضد السالمية، يعني نادي السالمية يعني فريق يعني من أفضل الفرق عندنا بالدوري. إحنا فريقنا إحنا قاعد نخاف من فريقنا، يعني كل مباراة يمكن لنا مستوى، يعني ما تدري يعني مباراة فوق ومباراة تحت، هذا يأثر شوي عليه. بس نتمنى إن شاء الله باليوم نقدم مستوى أفضل من اللي قدمناه مباراة العربي، ونحجز ان شاء الله بطاقه تاهل باذن الله بهذه المجموعه باذن الله. كابتن عبد الله، وجودك على مقاعد الاحتياط هذا الشغله تعطيك دافع؟ شفنا مره كابتن يوسف على مقاعد الاحتياط، مره شفنا قاعد نشوفك انت، تعطي دافع لك انت كلاعب مهاجم انه يعني يوم تجي الفرصه تكون تقدم كل ما عندك في اللقاء، خصوصا يعني اللاعب المهاجم يحتاج انه يلعب؟ يقولون بالنسبة حق يعني جلوس الاحتياط، هذا مدرب يعني شايف أفضل مني، يعني هو قاعد يدور بين اللاعبين يعني كل مباراة، يعطي فرصة حق الكل يعني، وأنا أحترم قراره يعني، وإن شاء الله إذا جت لي فرصة أني بنزل أقدم ما عندي بإذن الله راح أقدم أفضل ما عندي إن شاء الله. سؤال خاص لك أنت، قال الظفيري أيام برشلونة اختفى أو الكلام هذا، شو اللي صار مع كابتن عبد الله؟ هل يعني كانت في ظروف فترة اللي طافت قبل يعني السنوات اللي طافت سنتين اللي طافوا؟ يعني كانت في لي ظروف، يعني ظروف ممكن ما ادري شلون اقول لك، بس ان شاء الله يعني نقدر نقدم بالموسم هذا، ان شاء الله نقدم افضل من اللي كان ان شاء الله. لاعب متوقع يبدع اليوم من اللاعبين؟ كل اللاعبين فيهم خير وبركه، بس انت اليوم عندك احساس انه واحد من فريقكم راح يكون له كلمه؟ والله احنا اذا النص كان زين، يعني انا ما راح اذكر اسامي، النص كان زين راح ان شاء الله المباراه لنا باذن الله ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مع الاداري في نادي السالميه يوسف الجاسم، مباراه مهمه امام كاظمه، السالميه محتاج النقاط الثلاث من اجل مواصله على انه يصعد في بطوله كاس الامير، خصوصا انه كان عنده نزيف في النقاط في المسابقه. كلمنا عن هذا اللقاء وجاهزيه الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لمباراه اليوم اكيد مباراه صعبه، خصوصا انت تلعب الحين بكاس مجموعه صعبه، مجموعه حديديه، خلصنا لعبتين مع الفحيل والشباب واخذنا 6 نقاط، اتوقع بدا الموضوع يصير اصعب، خصوصا عندك كاظمه العربي النصر الكويت. فريق كاظمه يمكن هالموسم باريناهم خلال اسبوع مرتين وقدر ياخذ 6 نقاط منه بالدوري وكاس العهد،
خلينا نتكلم عن جاهزية الفريق خصوصا مع وجود محترف جديد للفريق ومحترف آخر، انسجامهم مع الفريق بان واضح سريع. خلينا نتكلم عن جاهزية الفريق حق هذا اللقاء. كاظم قاعد يقولون احنا ظروفنا صعبة اليوم باللقاء هذا. شوف انا اقول كاظم يمكن ظروفهم صعبة، هم صعبوا على خسارتهم من النصر خلتهم اليوم يمكن يعني يدش مباراة عينهم ثلاث نقاط. احنا الحمد لله فريقنا جاهز، يمكن محمود زعتر اثبت نفسه مع الفريق خلال لعبتين طافوا، انضم هم محترف ثالث اردني صالح راتب، بس اليوم المدرب شاف انه يكون من ضمن الاحتياط. الحمد لله فريق جاهز في غيابات، بس هذه الغيابات يمكن صار لها شهر على 6-7 لاعبين من ابرزهم نايف زويد فهد المجمد غازي القهيدي. لاعب متوقع يكون له كلمه اليوم، كلهم فيهم الخير والبركه، لكن لاعب انت شخصيا متوقع انه يكون له كلمه مباراه اليوم؟ اليوم ان شاء الله مباراه زعتره راح يكملها ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين، كابتن حسين البحر نادي السالميه فريق داخل المباراه امام كاظمه، عنده 6 نقاط دون هزيمه في مسابقه كاس الامير. كاظمه يحتاج النقاط المباراه اليوم بعد خسارته امام النصر. جاهزيتكم لهذا اللقاء خصوصا اليوم يعني نادي السالميه دعم صفوف الفريق بلاعبي محترف؟ يعطيك العافيه. والله مباراه صعبه هذه اكيد، اللاعبين شادين حيلهم ان شاء الله، وخصوصا احنا خسرنا منهم مباراتين بالدوري وفي مباراه ولاد. دعمنا الصفوف الحمد لله، والفريق كله جاهز ان شاء الله حق المباراه. خلينا نتكلم عن خط الدفاع كونك تلعب فيه واحد عناصر الدفاع، لكن خلينا نتكلم عن يمكن لاعبين الشباب اللي دخلوا مع الفريق الاول، انت واحد منهم. خلينا نتكلم عن جاهزيتكم انتم، ايضا الفرصه اللي قاعد يعطيكم اياها ابو احمد مدرب الفريق دهيريس، شلون قاعد تشوفون هذه الفرصه؟ قاعد تستغلونها؟ شلون قاعد تجي وياكم؟ الكل ياخذ فرصته الحمد لله، وتشجيع من كابتن محمد هليس يعطيه العافيه. بس يبي لنا تركيز ان شاء الله، كل واحد ياخذ نصيبه ان شاء الله المباراه. لاعب متوقع من زملائك اليوم راح يكون له كلمه، هم كلهم فيهم الخير والبركه. انا يوم كلمت الاداري يوسف الجاسم قال لي زعتره، انت شايف اليوم منو راح يكون له كلمه؟ اتوقع محمود زعتره راح يقول قوله ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. حارس المرمى في نادي كاظمه نايف البريتشي اليوم لقاء امام نادي السالميه، ويمكن دائما ايضا نادي السالميه عيال البريتشي موجودين، ولكن التحدي في هذا اللقاء مهم خصوصا كاظمه خسر نقاط 3 امام نادي النصر. خلينا نتكلم عن مركز الحراسه بدايه، لان مركز الحراسه موجود شاب كنكوني وايضا فواز الدوسري، اليوم نايف موجود لظروف صحيه مع شاب كنكوني، هذا وجود شاب خالق منافسة خالق خبرة لكم انتم قاعد تستمدونها مع شاب؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله اليوم الشباب بيضونها بالمباراة. صراحة يعني شاب بالنسبة لي يعني غير الكرة القدم أخ كبير، وأتعلم منه بالكرة أو برا الكرة، يعني بكل شيء شاب زين. وثاني شيء شاب يعني كافي إنه تمرين معاه يعطيك خبرة زين، ويعطيك ثقة بنفسك إن أنت تتمرن مع حارس مثل شاب كنكوني. صراحة إحنا يعني قاعد نستفيد منه، يعني كان معانا باليرموك سنتين، بعدين راح كاظمة، بعدين رحنا معاه يعني كاظمة، والحمد لله يعني شاب صراحة يعني من أحسن الناس اللي شفتها، وحتى بالتمرين وبرا التمرين. كابتن نايف، وجود يعني يمكن كابتن شهاب وأيضا فواز الدوسري، الفرصة يوم قاعد تجي حق نايف ولا مو مستعيل عليها في وجوده مع الفريق الأول؟ والله حاليا يعني توني يعني أول مباراة لهم مع يعني معاهم مع الفريق زين، وإن شاء الله يعني الفرصة تجي من ربك، إذا أنا لعبت ولا هم لعبوا والله يوفقهم. وكلنا آخر شيء يعني نتمنى الفوز للفريق والأفضل حق الفريق، ما يهم من يلعب ولا يعني، كل واحد راح ياخذ فرصته وراح يلعب، وإن شاء الله يعني اللي بيلعب هو الأفضل أكيد. على سألك اليوم منو متوقع من اللاعبين عندكم بالفريق؟ كل لاعب عنده يقول فلان راح اليوم راح يقول له كلمة بالمباراة، كلهم فيهم الخير والبركة، لكن منو متوقع من فريقكم يقول له كلمة اليوم؟ اليوم والله كلهم يعني فيهم البركة، وكلهم يعني الصراحة لاعبين ممتازين، وأتوقع اليوم فيني إحساس إن اليوم يوم يوسف ناصر. يعطيك العافية. الله يعافيك. أمام نادي كاظمة كرة ملعوبة، ناصر الفرج بيلعبها، يوسف ناصر كرة خطرة لنادي كاظمة لكن ترجع مرة ثانية، كمل فيها يوسف ناصر محاولة لكن ركلة جزاء، ركلة جزاء في الدقيقة السادسة شوط الأول. باتريك حطها، جول 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 لمصلحة نادي كاظمة بالدقيقة 6، ركلة جزاء باتريك فابيانو لصالح نادي كاظمة، ترجع الكرة
الى فيصل عنزي لصالح السالمية، عدي الصيف يحط الكرة خطرة، قول الله الله، جول للسالمية، للسالمية جول في الدقيقة 15، في الدقيقة 15 في ثاني الهجمات. عنزي يلعب كرة في الأمام، حضر بالراس دشتي، كرة خطرة، عدي صيفي، جول الله. فيها إشارة وفيها راية، الكرة اللي خارج الملعب ما فيها شيء، ما فيها شيء. شوف الإعادة، شوف عدي صيفي، شوف المطالبات كانت ممكن تكون فيها خطأ، لكن شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف عدي صيفي مر من حارس المرمى، حاول يحط له كرة وحطها، لكن جماهير السالمية والدقيقة 27 شوط أول، تعادل 1-1، كاظم تقدم، السالمية سجل. بس أشوفكم شوي أعصابكم مع الفريق، ورغم أنه للحين المباراة بأولها. صح، ما يخالف، بس الحكم مثل ما أنت أعطيتهم بلنتي، لنا بلنتي ما حسبها لنا، بلنتي ما حسبها لنا، واضح واضح، يعني الحكم قاعد يظلم أي لاعب من كاظم، صاير الحكم جهة واحدة يشوف. يعني اخطاء التحكيم لها دور، لكن هم بس لان الفريق هم يعني فريقنا قاعد يقدم، لا الحين قاعد يقدم فريقنا الحمد لله، بس مع هذا الحكم خي يعطي حقنا، ما نبي شيء زياده منه، خي يعطي حقنا بس. انتم كجماهير راضين على الفريق في بدايه الموسم، طلعتوا من كاس ولي العهد، بطولتكم كانت هي العام، ايضا الدوري بدا بدايه زينه بعدين عرقلوا، الان مو طموح الجمهور السالمي. فريق السالميه هالسنه من اول موسم ليومك هذا ما لعب كامل كله، يا نقص الواحد متعورين، يا ظروف خاصه، يعني اليوم 9 لاعبين ناقصين، 9 لاعبين، 8 منهم اساسيين. ما تشوف الصغار فيهم يعني ايضا مجهود؟ بركه فيهم البركه، ما يخالف، بس هم عندك الخبره تلعب دور، يعني انت لاعب دفاعاتك كلهم متعورين، فالخبره تلعب دور اصلا اكيد بالملعب. لا زال السالميه في طور التقدم وتعادل، ولا زال في مجموعته صعبه مع العربي ومع الكويت، متوقع انه يعدل المرحله الثانيه. السالميه يقدر ان شاء الله يقدر، وعندنا الحين محترف رابع، محترف كاهو للحين منزل قاعد احتياط ثالث، وان شاء الله قبل الثاني راح يلعب وتشوفون شلون تغير النتيجه. راح يظل 1-1 ولا يفوز السالميه؟ لا ان شاء الله يفوز السالميه. في مكان تكتيكي بالنسبه لنادي السالميه بدر السماج، كره ملعوبه للسالميه والمحاوله كملها، لكن في موقف تسلم. جماهير السالميه ومتابعه، ودشينا عليك بنص اللقاء 1-1، باقي يعني ربع ساعه من الشوط الاول، راضين على اداء السالميه للحين؟ انا بالنسبه لي راضي على النقص اللي عندنا، وهالشباب فيهم الخير، بس احنا شو نقول يا حكم، يا انت يبي لك مو واحد ودك لجنه انضباط، نبي اللي حطوك ينحل لجنه انضباط. بلنتي الكره طافت الحارس، وعدي هو الجول يبي يحط الكره بالجول، شارك الحارس من الخلف وخلى التوازن مال عدي يختلف والكره تطلع اوت. الحكم يظل بشر يعني؟ لا مو بشر، هذا الحكم مو بشر، عندي انا مو بشر، اذا يخطا متعمد مو بشر، انا احمل الايمن واحمل حكم الساحه. تعبانين سيئين، هذا الحكم احمد دائما يقولون الحكم رؤيته غير والمشاهد غير. يا اخوي احنا الحين خلني انا اقول الحكم اخطا، ولكن مو في خطا عن خطا يفرق، في خطا واضح تخسر فيه فريق، وفي خطا لا غير متعمد، هذا الخطا الايمن والحكم الساحه متعمدين فيه، لان الكره طافت الجول، شو عدي بيحطها بالجول، الحارس دز عدي والكره طلعت اوت، يعني لو مو مشاركه الجول شي حط الجول فاضي. انا في نقطه سمعتها منك قبل لا ادش الملعب، سمعتك تقول لرفيجك اليوم الملعب كجمهور نبي نقعد، المدرجات سيئه واحنا نطالب الجماهير الحضور، هل وين السوء بالمدرجات؟ انا اقول حق اداره نادي القادسيه، اذا هذه مدرجاتكم والله حرام تمسكون اداره نفس اداره القادسيه، متشتتين، نص قاعدين بالمقصوره ونص قاعدين عند المقصوره الرئيسيه ونص قاعدين ذاك الصوب، ما احنا قادرين نقعد مكان واحد لان الكراسي كلها تعبانه. مو مهيئه شايف؟ نهائيا مو مهيئه. 1-1 الحين النتيجه، يفوز السالميه ولا ان شاء الله؟ شوف احنا عندنا غيابات، انا اتكلم عن 8-9 لاعبين غيابات، منهم 6 اساسيين داخل الملعب، ولكن الشباب فيهم الخير، وان شاء الله نتوقع اليوم الفوز للسالميه اذا التحكيم مشى بما يرضي الله وضميره، اذا بيمشي التحكيم نفس مساع هذا الحكم سيء بالنسبه لنا، عطى كاظمه بلنتي وعكس ذلك بلنتي لنا 100% ما احسبها. سالميه بدر السماج، بدر السماج حط الله، قلت لك
إذن صافرة لكن يعطي أفضلية الاستمرار. كرة ملعوبة وفي موقف تسلل. إذن صافرة أحمد العلي مشاهدينا متابعينا بأحداث الشوط الأول. كاظمة 1 السالمية 1. يجمعهم في مسابقة كأس الأمير. استمتعنا الحقيقة بالكثير من الأحداث مع معلق المباراة سالمية وكاظمة طارق الملا. مباراة يعني انتهت شوط أول 1-1. تمنون هالنتائج المعلقين، ولكن كلمني عن أجواء المباراة الشوط الأول. والله والجو دائما المعلقين لهم يعني خاصيتهم في التعليق، جو المباراة يدعمهم في إنه يطلع التعليق أفضل. والله الحمد لله المباراة كانت جيدة، يعني هدف الدقيقة 6 استفاد منها كاظمة بركلة جزاء باتريك فابيانو حطه. الدقيقة 15 رجع السالمية في المنافسة محمود زعترة ورسمة نشمية جميلة أردنية، كانت لعبة حلوة واستفاد منها السالمية الحقيقة. من بعد الدقيقة 15 بعد الهدف تحرك كان أكثر إيجابي داخل أرضية الملعب، وفعلا كانت مباراة جيدة مع أحداث الشوط الأول. لكن لحد الفترة الأخيرة من دقائق حاول السالمية يهدي وحاول يرجع كاظمة بالخمس دقائق الأخيرة أجواء المباراة، لكن ما استفاد من التحرك. طارق كلمة يعني هجمة من النشامة وكذا، تعطيكم هذه الأمور يعني في التعليق تعطي أفضلية تحضيرك أنت الخاص للمباراة؟ في ناس أنا سمعت من معلقين يقول أحضر قبلها بيوم بيومين، ولا المباراة نفسها هي اللي تعطي المفردات والأفشات؟ بقول لك شغلة يمكن ما حد يدري عنها، أنا قبل أسبوعين كنت بالأردن، صادفت يعني رحلة في الأردن وقعدت يعني مع مجموعة من الأردنيين، فكانوا زعلانين إن محمود زعترة يطلع، ما ودهم يطلع من الدوري عندهم. لكن ايضا ضفت عليهم ان في اكثر من لاعب، انا يعني كمعلومه عندي في اكثر من لاعب اردني، فعلا كانوا متضايقين انتوا راح تاخذون نجومنا، راح تاخذون محمود زعتر اللي جمع المعلومات مهم في المعلم. طبعا انا الحمد لله يعني لازم اكون على تواصل مع اعلاميين مع متعهدين، احاول ان استفيد من اي تحرك يصير للفرق من ناحية جلب المحترفين. يعني كاظم عنده محترف برازيلي جاجا عندي خبر عنه وأعلنته اليوم لأنه وصل أمس، صالح راتب وصل أمس وأعلنت عنها، يعني هذه تفيدني أنا كمعلق وأعطي أفضلية للمشاهد أنه يحصل على المعلومة كمعلق. أنا في سؤال سألته للمعلقين من خلال برنامجنا زوم شو، المعلق يأثر عليه إذا يشجع فريق معين في الدوري؟ صراحة عادي يعني حتى وإن كان هذا في مرحلة مراهقة، ما فينا بالكويت إلا واحد قد ساوي كويتاوي عرباوي. هو أكيد في كل معلق عنده توجه، لكن الشاطر اللي ما يبينها، وهي كانت موجودة من أيام الحربان ويعني أستاذنا وفعلا كانت موجودة، لكن المعلق الشاطر إنه ما يبين ميوله لأنها مو مبين بالتعليق. بس أنت شو تشجع؟ أنا سرد بالماس أنتر شجع أنتر. في الجهة المقابلة رمية تماس خلاص شوط أقرب له تعادل 1-1 بين كاظمة والسالمية. مستمعينا الكرام معلق المباراة لإذاعة الكويت قال كاظمة والسالمية شوط أول انتهى 1-1. كلمني عن يعني أجواء المباراة. دائما المباراة لها دور للمعلق إنه يبدع في تعليقه ويضيف إضافاته، كانت معطتكم هذا الجو المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل الشوط الأول كان سريع وجميل بين كاظمة والسالمية، فريقين قدموا شوط وأداء جيد سريع ساعدنا على التفاعل والانفعال مع أحداث الشوط الأول. توقعنا هذه المباراة، توقعنا الشوط الأول قدمون كاظمة والسالمية هذا المستوى، يعني بينهم أمور ثأرية من الدوري وبطولة كأس أمو العهد. السالمية يحاول أنه يثأر من الخسارتين أمام كاظمة في هذا الموسم. مباراة صارت بشكل جميل جدا، كاظمة كان هو الضاغط في البداية سجل هدف، بعدين السالمية نجح بالعودة لأجواء المباراة بتكتيك جيد من المدرب محمد الدهليس، وشفنا الشوط سريع في ندية وفي هدفين وفي إثارة. وتوقعنا هذا الشيء من فريقين كبيرين فيهم محترفين وعلى قدر كبير من الاحتراف حقيقة، خاصة من السالمية عند 4 محترفين من الأردن سابقة ما صارت من أول في الملاعب الكويتية. أتوقع الشوط الثاني يكون أفضل مستوى خاصة مع في ظل التغييرات القادمة خلال الشوط الثاني من فلورين مدرب كاظمة ودهليز مدرب السالمية. خلينا نتكلم عن تعليق الإذاعي، له خاصية كون أن المستمع قاعد يتابع المباراة عن طريق التعليق والصوت، أصعب من التلفزيون صراحة؟ نعم أصعب، ولازم تعطي المستمع الصورة الواضحة داخل الملعب كل شيء، وكأن تخلي المستمع يعيش أجواء الملعب معك في الإذاعة.
توضح لك كل شيء اللي يصير، الاحتجاجات، اي شيء يصير، المشاحنات بين اللاعبين، الاخطاء، طريقه اللعب، تكتيك اللعب، يجب توضح هذا للمستمع، لان المستمع اللي يتابع التلفزيون غير الاذاعه، يبي منك صوره كامله لما يدور في الملعب حتى يكمل معاك بالاذاعه ويستمع لك ويرتاح لك وتكون الصوره واضحه امامه، وبالتالي يبقى تعليق الاذاعي يعني لازم المعلق يكون على قدر كبير من الوعي ويعطي صوره كامله للمستمعين. لم يجري أي فريق أي تغيير، وفلورين ماتروك المحير الكبير مع الكاظماوية بالنسبة للقاءات اللي يخوضها نادي كاظما في معظم المنافسات. كرة ملعوبة، البداية سلماوية، مفاتيح اللعب لنادي كاظما، شاكر رقيعي إلى مشاري العزمي، كرة محاولة، الله مرت، إنجاز حاضر في هذه المباراة. كرة ملعوبة، كاظما باتريك فابيانو حاول يسدد، الثانية شوت، باتريك فابيانو مزعج جدا في الدقيقة 10 يحرز الهدف الثاني. مرمى نادي كاظما، كرة ملعوبة على طول للسالمية، والمحاولة بالراس بيشيلها فواز الدوسري، كمل عدي الصيفي، الله مرح الغائم يا عدي الصيفي. بدر السماج بيلعب كرة في العمق الآن إلى محمود زعتر، استقبال مثالي، بيحاول يمر بهي كرة، هي كرة بيحاول يحافظ على الكرة، لكن في صافرة بوجود خطأ، بوجود خطأ، كرت، الكرت الأحمر من القادم من المباريات. كرة ملعوبة، خليفة الراجحي بيلعب كرة عرضية الآن، والمحاولة حاضرة بالرأس، عدي سيف، الله محاولة كانت لإسقاط الكرة بالرأس من عدي الصيفي، ترجع مرة ثانية لمصلحة السالمية، صالح راتب، ممكن تكون صالح راتب عرضية، الله الله، فرصة فرصة مع صافرة النهاية، فرصة مع صافرة النهاية، وضعت كاظمة بالتقدم 2-1. كابتن عدي الصيفي اليوم خسارة أمام نادي كاظمة، شوط أول تعادل، شوط ثاني دخل هدف، بحثت عن الهدف ما سجلته، خسارة نقول يعني راح تعرق المسيرة، قادرين تردون في المسابقة كأس الأمير؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، نحكي مبروك لك كاظمة، هارد لك للسلمية، بصراحة أدينا مباراة حلوة، بس يعني بصراحة أنا بحبش دائما أعلق على الحكام وأحكي إنه سبب خسارتنا حكام، لكن الشوط الأول أنت شفت يعني ركلة جزاء واضحة لنا، ركلة جزاء أتوقع مو صحيحة لهم أعطاها الحكم، بالنهاية هاي كرة قدم، مبروك لك كاظمة، هارد لك للسلمية، لساتنا إحنا في البداية الحمد لله إحنا متصدرين المجموعة، ولسه ورانا مباريات إن شاء الله بنقدر نعوض فيها بإذن الله. راجعين إن شاء الله في المسابقة؟ إن شاء الله، إن شاء الله لسه إحنا متصدرين المجموعة رغم خسارتنا اليوم، الحمد لله متصدرين إحنا اليوم. يعطيك العافية. حبيبي الله يعافيك. كابتن ناصر عمران، كاظمة يفوز اليوم على السالمية، وبكذي يعني نقول دخل مرحلة بر الأمان ولا بعد؟ ما دخل برا الأمان، لكل أمانة يعني الكل يدري أن كاظمة مستوى متذبذب هذا الموسم، يوم بالقمة يوم بالقاع، نفوز على العربي نخسر من النصر، اليوم فزنا على السالمية، عندنا في حلو الشباب، عندنا الكويت، الشباب ما قصروا، قدموا شوط أول جيد، احنا حاولنا نلعب تكتيك يعني متحفظ بالشوط الأول، لأن مباراة الكوس تختلف عن الدوري، استغلينا في أول ربع ساعة سجلنا هدف أول، بعد ذلك السالمية استحوذ على الوسط وسجل هدف التعادل، الشوط الثاني ركزنا على اللعب الاستحواذ في وسط الملعب، لأن احنا عندنا لاعبين فنيا أفضل من نادي السالمية، مع احترامي للاعبين الوسط، عندنا مشاري، عندنا يوسف، عندنا ناصر فرج، فلعبنا بالاستحواذ، سجل باتريك، لعبنا بعشر لاعبين، وممكن طرد، ممكن مطرد، نترك الأمر للجهة الحكام. أنا ترى أخذت لقاء مع كابتن عدي الصيفي، قال أنا ما أحب أتكلم عن الحكام لكن تأثر علينا اليوم، أنت اليوم كمساعد مدرب قاعد تشوف شلون شفت التحكيم، لأي مرحلة كان له تأثير عليكم أو عليهم؟ التحكيم كان ممتاز لكن نوعا ما بالغ في الوقت
الوقت بدل الضايع 5 دقائق ودخلنا ب6 دقائق وما شفنا لاعب تعور بالفترة يعني الوقت الضايع، لكن زاد الوقت ممكن كان بديش على أن هدف في آخر الدقيقة في وقت زيادة، لكن هذا حال كرة القدم، التحكيم ما في يعني جزء من اللعبة وما في أخطاء يعني فادحة في المباراة تقول والله الحكم أخطأ، ممكن ركلة جزاء ممكن صحيحة غير صحيحة يبقى قرار الحكم. والحمد لله على كل حال نبي نواصل، عندنا فاهل، عندنا شباب، عندنا الكويت، نتمنى من كل ربي نوصل قبل النهائي. يعطيك العافية. الله يسلمك. القادسية والتضامن يتصدرون مجموعتهم بالتعادل، وكذلك السالمية وكاظمة، كاظمة يتصدر مجموعته بفوزه على السالمية في مسابقة كأس الأمير. إلى أن نلقاكم بحلقة قادمة من برنامجكم زوم شو، نترككم في رعاية الله. كرة العرضية جول، سجل الله 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 الله.